أشواقع على هذه الالتفاتة بحضوره من أجل تغطية هذا اللقاء العلمي الوازن الذي يشرف عليه في واقع الأمر أستاذ متميز والأستاذ مصطفى الزاهري في إطار مشروع ابن خلدون الذي يعني قطع أشواطا كبيرة في هذا الاتجاه فيما يتعلق بمحاولة إدماج مهاجري الساحل والصحراء في المجتمع المغربي، والذي يعني تم من خلاله يعني الوقوف عند مجموعة من الآليات والأساليب التي تبنتها الدولة المغربية من أجل محاولة إدماج المهاجرين الأفارقة الذين هم في وضعية قانونية، مع البحث عن الحلول الناجعة لإدماج ما تبقى من المهاجرين الذين هم في وضعية غير قانونية. وبالتالي فالمؤتمر أظنه هو مؤتمر وازن، حضوره أساتذة متميزون في مختلف التخصصات، وهم يطرحون مجموعة من الحلول الناجعة ومجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي يمكنها أن تكون الأساس الذي ستتخذ عليه قرارات وازنة يمكنها أن تحل المشكل. إذن فيما يتعلق باعتبار المغرب ما يعني وطن الاستقرار، هذا دليل على أن الأفارقة وجدوا أو المهاجرون الأفارقة وجدوا في المغرب ما يبحثون عنه، وخصوصا قلت من هم في وضعية قانونية، وجدوا العمل، وجدوا الاستقبال، وجدوا التعايش، وجدوا مجموعة من القيم التي يعني دفعتهم بالاستقرار داخل الوطن، باستثناء البعض منهم الذي يريد أن يتوجه إلى الضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط. وهذا الأمر في طبيعة الحال مرتبط بوضعية القانونية لهؤلاء المهاجرين وكذلك بحرص المغرب على ألا يهاجر من هذا الوطن الذي هو يعتبر البلد الثاني بعد البلد الأول، ألا يهاجر منه إلا منهم في وضعية قانونية. وهذا ما أدى بالمغرب إلى بذل مجهودات كبيرة في القضاء على ما يعرف بالهجرة السرية، وفي الحفاظ على يعني على الضفة الأوروبية من مجموعة من المشاكل التي هي في غنى عنها. إذن المغرب يمتص مشاكل أوروبا، يساعد ما أمكن، ومن هنا نطالب المنتدى الدولي والمنتظم الدولي أن ينتبه إلى هذا الوطن لأنه يضحي بالغالي والنفيس من أجل سلامة وأمن الآخر. شكرا. أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.